مصر ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة. مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في اكتشاف مقابر جماعية في غزة. أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. السادسة صباحا، الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. مرحبا بكم، والبداية مع زميلتي آلاء شتا. أهلا بك آلاء. أهلا بك حنان، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، البداية مع تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية. رحبت مصر بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية. من جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية. بأغلبية كبيرة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأحقية دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوصية مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا. وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول. حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة، وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة، كما سيسمح لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل. من جانبها اعتبرت مصر أن صدور هذا القرار التاريخي بمثابة تجسيد للواقع وحقيقة تاريخية على الأرض واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من 7 عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه. ودعت مصر جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن تمضي قدما نحو اتخاذ هذه الخطوة الهامة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وجددت مصر مطالبتها بأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية، مؤكدا أن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحدا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
من جانبه أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن التصويت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يمنحها مزيدا من الحقوق في إطار المنظومة الأممية. تشدد مصر أن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومنها حق تحرير الأراضي الفلسطينية وإنشاء الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، واكتسابها العضوية الدائمة في الأمم المتحدة هي حقوق طبيعية وأساسية غير مشروطة أو مقيدة باعتبارات سياسية، ونابعة من التساوي بين البشر في الحقوق. ولذا ومع تقديرنا البالغ للقرار الصادر اليوم، ندعو كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للعمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في أقرب الآجال، باعتباره قرارا كاشفا لهذا الحق الطبيعي وليس منشئا له. سيد الرئيس، حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة هو السبيل الأمثل لإحياء عملية السلام وإنقاذ حل الدولتين. وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تطالب المجتمع الدولي بإدانة أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية. تطالب مصر كل من يحرص على استقرار الشرق الأوسط بإدانة ورفض العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح ومحيطها، والتصدي لأي مخططات إسرائيلية رامية لتوسيع نطاق تلك العمليات العسكرية، ووقفها فورا بما يسمح بإعادة فتح وتشغيل معبر رفح البري بشكل طبيعي، وإنفاذ المساعدات تطبيقا لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 27/20. كما تطالب مصر أيضا بدعم وكالة الأونروا واستئناف تمويلها بشكل كامل. كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصويت بقرار الجمعية العامة حول أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واعتبرت في بيان لها أن هذا القرار يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه رسالة واضحة من المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال والعيش على أرضه في أمن وسلام كباقي شعوب العالم. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. جدد وزير الخارجية سامح شكري التحذير من عواقب استمرار الوضع الراهن في مدينة رفح الفلسطينية أو الاتجاه نحو مزيد من التصعيد، وخلال اتصال هاتفي أجراه بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورني لبحث الأوضاع في قطاع غزة، أكد شكري التزام مصر وحرصها على مواصلة دورها في الوساطة، إلا أن الأمر يتطلب تحمل جميع الأطراف لمسؤوليتها وتوفر الإرادة السياسية
والتوقف عن السياسات التصعيدية والاستفزازية. وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن اتصال شكري بنظيره الفرنسي يأتي ضمن مجموعة من الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية بنظرائه في عدد من العواصم الهامة والمؤثرة للتحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي. أكد وزير الخارجية سامح شكري حتمية مواصلة تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية وحث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق. تأكيد وزير الخارجية جاء خلال اتصال هاتفي مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني. وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين ناقشا العمل العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث حذر شكري من عواقب التصعيد الخطير لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ووقف المنفذ الرئيسي والآمن بالقطاع لخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة. كما دعا شكري إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، مؤكدا رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية. شهد ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة مظاهرة مؤيدة لفلسطين وداعمة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية. ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية مرددين هتافات تعلن تأييدهم لفلسطين. وفي محافظة سوهاج شهد ميدان الشبان المسلمين مظاهرة تعلن تأييدها لمواقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تراقب بقلق العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتريد إعادة فتح معبر رفح على الفور. وأكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة في غزة لا يزال ممكناً. دعت فرنسا إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية دون تأخير، لافتة إلى أن القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية تهدد بوضع كارثي لسكان قطاع غزة. وحثت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى العودة إلى مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد الممكن من أجل الدفع باتجاه إطلاق سراح المحتجزين فوراً وتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. أفاد مراسلنا بإطلاق الفصائل الفلسطينية رشاقات صاروخية باتجاه تمركزات لقوات الاحتلال شرق مدينة رفح الفلسطينية. وأكد مراسلنا تصاعد الاشتباكات بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية عقب الرشاقات الصاروخية. تتوالى التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية في غزة بسبب تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي،
وتزايدت حدة التحذيرات مع استمرار التهجير القسري واشتداد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية. في خضم التصعيد الغاشم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق مدنيين عزل داخل قطاع غزة، ارتفعت أصداء التحذيرات الأممية من انتهاك كافة القوانين الدولية وتفاقم حجم الكارثة الإنسانية، خاصة مع استمرار التهجير القسري واشتداد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أفادت بفرار عشرات الآلاف من رفح جنوبي قطاع غزة بحثاً عن ملاذ آمن وسط ظروف معيشية مأساوية، مؤكدة عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة. بدوره حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إغلاق إسرائيل للمعابر الرئيسية مع غزة وتعذر دخول المساعدات وخصوصاً الوقود، ما جعل جميع العمليات الإنسانية شبه مستحيلة، مشيرا لعدم وجود مخزون كاف من الوقود في غزة، الأمر الذي يعني انعدام القدرة على التحرك والشلل التام للعمليات الإنسانية. جاء هذا بعد أن حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة من مواجهة المدنيين في غزة المجاعة وعمليات القتل، منوها لنزوح عشرات الآلاف من رفح الفلسطينية، فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من التصعيد الأخير في رفح الفلسطينية الذي سيؤدي إلى معاناة مزيد من الأطفال، محذرة من العواقب الوخيمة حال عدم السماح بإدخال الوقود للقطاع الذي يولد الطاقة في المستشفيات من أجل خدمات دعم الحياة للأطفال المولودين قبل أوانهم. من جانبه حذر برنامج الأغذية العالمي من توقف عملياته في غزة جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي، موضحا أن إمدادات الغذاء والوقود في القطاع تكفي لأيام محدودة للغاية، وذلك بعد ساعات من تأكيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في جنوب غزة لم يبقى لديها ما يكفي من وقود لتواصل عملها. وتأتي تحذيرات وكالات ومنظمات الإغاثة وسط تزايد الدعوات الدولية لزيادة المساعدات إلى غزة الذي تتعرض لواحدة من أبشع الجرائم الإنسانية في التاريخ الحديث. انتقد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في حربها على قطاع غزة، وقال التقرير إن إسرائيل استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي. استشهد أكثر من 8 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منزل عائلة أبو النمر في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر. كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية مركز شهداء الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في أقسامه. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
كل أطراف القتال في غزة إلى عدم مهاجمة المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحث في بيان له كل الأطراف لضمان عدم التعرض للمعابر لضمان مرور السلع الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة اتخاذ احتياطيات خاصة لضمان أن تبقى هذه المعابر آمنة وفاعلة وليست هدفا مباشرا لهجمات أو أضرار جانبية. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشأن تقارير تفيد باكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مجمعي ناصر والشفاء الطبيين في غزة، ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل وبدون أي عوائق بشأن اكتشاف تلك المقابر. أعلنت محكمة العدل الدولية عن تقديم جنوب إفريقيا طلبا عاجلا لإجراءات إضافية طارئة بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. كما أعلنت المحكمة أن ليبيا تقدمت بطلب للانضمام إلى القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استمرار جهودها لمحاكمة قتلة الصحفية شيرين أبو عقلة التي اغتالها الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسته الممنهجة لاستهداف الصحفيين وقتلهم. وأعربت نقابة عن استهجانها وتنديدها باستمرار سياسة الصمت لدى المحكمة الجنائية الدولية والنائب العام للمحكمة بعدم إعلان إجراءات فتح التحقيق بعد عامين من اغتيال شيرين، داعية القيام بحملة إعلامية عربية ودولية للضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق وبدء استدعاء القتلى ومسؤوليهم في دولة الاحتلال للتحقيق معهم. أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، وشدد في خطاب له على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة. أمرنا بلاتي حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسبة. تحية صادقة من القلب للآباء المؤسسين الذين أرسوا قواعد المحبة والأخاء في نفوس أفراد المجتمع على اختلاف تكويناته من موظفين عامين وتجار عاملين لخدمة الوطن ورقية، وندعو أبناءه إلى الاقتداء بما جبل عليه آباؤهم من رقي في التعامل والتصرفات ليسود الانسجام بين الجميع. أشادت قوى سياسية سودانية بمحورية الدور المصري في التعامل مع الأزمة السودانية، مؤكدين أن أمن مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ، باعتبار أن أمن السودان هو امتداد للأمن القومي المصري، وأن استقرار الأوضاع في السودان يعني ترسيخا لدعائم الأمن والسلام والوئام في المنطقة. وكان عدد من الكيانات والقوى السياسية السودانية قد وقعت بالقاهرة وثيقة تتضمن رؤية بشأن إدارة الفترة التأسيسية الانتقالية بهدف تقديم رؤية سياسية موحدة للتعاطي مع الأزمة السودانية والتمهيد لحوار سوداني يقدم خارطة طريق سياسية للحل الشامل للأزمة في السودان. نشكر حقيقة جمهورية مصر لموقفه الواضح ودعمه للشعب السوداني
ووقوفه مع استقرار السودان، مع المحافظة على السودان دولة موحدة ودائم لمؤسسات الدولة السودانية، وكذلك استيعابه لعدد من السودانيين الذين جاءوا في ظروف خاصة. الفكرة الأساسية لهذا المؤتمر مهمتنا أن نشكل زراعا وطنيا حقيقيا لحماية وحدة السودان وحماية أراضيه وسيادته. هذه الكتلة تمثل وتشكل قوى سياسية مهمة لها بعدها الاجتماعي والثقافي والمناطقي في السودان. تداعينا جميعا الآن في النظر حول القضية السودانية، هذه القضية التي الآن أخذت أبعاد مختلفة، كان في إطار المساحة، الزمن، اللاعبون، الشركاء. اجتماعات ناقشت كيفية تطوير الرؤية السياسية، كيفية السعي لتوحيد الجبهة بتاعت السودانيين مع بعض كجبهة مدنية موحدة لإيقاف الحرب والإسهام في أن السودانيين يرجعوا لديارهم ويقف هذا الاغتصاب ويقف هذا النهب وهذا التدمير لبلدنا. الاجتماع برضو ناقش الموقف الواضح والمحدد من دعم القوات المسلحة كقوة وطنية معبر عن السودانيين في تماسكهم وفي تمازجهم بوحدتهم القومية النوعية المتنوعة، وأكد على وقوفه الثابت لها، وأن الميليشيا الدعم السريع مارست القصر والارهاب على السودانيين. أعلنت السيدة انتصار السيسي عن قيامها بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة رفقة حرم سلطان عمان، وأكدت السيدة انتصار السيسي على صفحتها بموقع فيسبوك أن العاصمة الإدارية بمثابة صرح حضاري يجسد حلم كل مصري وإرادة شعب عظيم يسعى لبناء مستقبل واعد لأجياله القادمة. أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بمشاركة حرم سلطان عمان في زيارة المتحف المصري الكبير، وأكدت عبر صفحتها على فيسبوك أن الزيارة كانت بمثابة رحلة عبر الزمن للحضارة المصرية العريقة بآثارها الخالدة التي تشهد على عبقرية المصريين في كل زمان. أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن جزيل شكرها لحرم سلطان عمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57-357 ودعمها للأطفال المرضى. وتقدمت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالتحية والتقدير لكل القائمين على إدارة المستشفى من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، مشيدة بهذا الصرح العظيم الذي يمثل الأمل والحياة للأطفال الذين يواجهون المرض الخبيث. السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية، السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله حرم جلالة سلطان عمان، بكل الفخر والاعتزاز يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في زيارتكم الأولى لبلدكم الثاني مصر. أرحب بحضراتكم في رحاب قصر القبة التاريخي، والليلة يشهد على عمق ومتانة العلاقات المصرية العمانية. أهلاً وسهلاً بالسيدة الجليلة، منورة المتحف مصر الكبير ومنورين فنان المتحف. هو أكبر متحف لحضارة واحدة على مستوى تاريخ الإنسانية. المستشفى أكبر مستشفى سرطان أطفال في العالم، نسبة الشفاء عندنا 71.5%.
في مدينة الفنون والثقافة، وتحديداً في دار الأوبرا. نرحب بحضراتكم في مركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة. الغالية، زيارة محفورة في القلوب وستظل دائما في الذاكرة. شرفتينا ونورتينا، وفي انتظار زيارات أخرى متعددة. ودامت دائما العلاقات المصرية العمانية قوية ومتينة وأصيلة. كانت السيدة عهد بنت عبد الله البوسعيدية حرم سلطان عمان قد اختتمت زيارتها إلى مصر، والتي التقت خلالها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. وفي ختام الزيارة حرصت السيدة انتصار السيسي على توديع ضيفة مصر بمطار القاهرة. اختتمت السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله قرينة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان زيارة خاصة لجمهورية مصر العربية. حرصت السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع ضيفة مصر الكريمة بمطار القاهرة. وقبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر حضراتكم بأهم العناوين. مصر ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة. مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في اكتشاف مقابر جماعية في غزة. وأمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات. وختمنا مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال الأبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنا مع حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية حنان عاطف وألاشتة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.